بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع كتاب العلم وفصل الترغيب في سماع الحديث وتبليغه ونسخه والترهيب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي عدة أحاديث كلها تنتظم حول هذا المعنى، تنتظم حول تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووحي السنة والوحي عموما سواء كتابا أو سنة إلى من بعدنا. من أجمع هذه الروايات الحديث 84، وهو حديث قال الإمام المنذري رحمه الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا الحديث تكلمنا عن جزء منه في اللقاء الماضي، وهو ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره. وأيضا الثلاث خصال التي لا يغل عليهن قلب مسلم، أي لا يبقى في قلب المسلم غل مع الأخذ بهذه الخصال الثلاث. ما هي؟ إخلاص، مناصحة ولاة الأمر، لزوم الجماعة. أين توقفنا؟ عند لزوم الجماعة. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم الجماعة؟ لزوم الجماعة يكون على عدة صور. لزوم الجماعة يكون على عدة صور. الصورة الأولى لزوم جماعة الصلاة. لزوم جماعة الصلاة، وهي جماعة مأمور بها شرعا. ما الدليل على الأمر بها؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أين الراكعون؟ في المساجد. فهذا استدل به العلماء الذين قالوا بوجوب صلاة الجماعة، وغير ذلك من النصوص الواردة في السنة وهي كثيرة، وقد أشرنا إلى شيء منها في درس الفقه في يوم الجمعة لمن أحب التوسع. ومن أمتع وأجمل الكتب التي تكلمت عن ذلك وعن أهمية صلاة الجماعة كتاب أهمية صلاة الجماعة، أهمية صلاة الجماعة، وأنا أنصح الإخوة بمدارسة هذا الكتاب، كتاب ماتع ومهم جدا، يجعل للصلاة قدرا عظيما في قلبك إن شاء الله تعالى. يبقى واحد لزوم جماعة الصلاة، وهي جماعة مأمور بها شرعا، ولا تفارق إلا لعذر. مثل ماذا لا تفارق إلا لعذر؟ خوف أو مرض كما ورد في الحديث، لا تفارق إلا لعذر كخوف أو مرض، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ثم لم يمنعه من اتباعه عذر. ركز بقى معي، من سمع النداء، إيش النداء؟ ما النداء؟ نداء للصلاة، الأذان. من سمع النداء ثم لم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا: وما العذر؟
قال أبو هريرة أو قال صلى الله عليه وسلم في الحديث خوف أو مرض. قال إكمال الحديث لم تقبل منه الصلاة التي صلى. يبقى إذا لم يمنعه من المجيء للجماعة عذر كالخوف أو المرض أو ما جعله الشرع عذرا لم تقبل منه الصلاة التي صلى، على خلاف بين العلماء في تأويل القبول هذا يذكر في كتب الفقه. وهو أمر واجب على الرجال، لزوم هذه الجماعة أمر واجب على الرجال. لماذا نقول على الرجال؟ لأن النساء ليس عليهن جماعة، ليست واجبة في حقهن. ولزوم الجماعة هذا سبب في صلاح وهداية المسلم، لأنهم أمروا في الصلاة أن يقولوا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، والدعاء بصيغة الجمع. ويبعد ألا يوجد في وسط هؤلاء جميعا رجل صالح مستجاب الدعوة، ولا ممكن يكون المصلين كلهم مفهومش واحد مستجاب الدعوة؟ بعيدة، رحمة الله عز وجل واسعة وأعظم من ذلك. لذلك مع وجود الصالحين في وسط المصلين، ومع يعني كون الصلاح هو الغالب على المصلين بفضل الله تعالى، لأن طبعا المصلون هم أفضل فئات المجتمع، ولا إيه؟ يعني ما نبص في المجتمع وشرائح المجتمع كده، أفضل فئة في المجتمع مين؟ بتجامله يعني ولا؟ في عندك ممثلين وفي لاعيبة كورة وفي ساسة وفي سياسيين وفي ها، والغالب دول ما بيصلوش والله المستعان، إلا من هداه الله عز وجل منهم للصلاة، ومن كان منهم يصلي يستحيل أن يقيم على ما يغضب الله سبحانه وتعالى، لأن الصلاة إنها من الفحشاء والمنكر. لكن الصلاح هو الغالب على المصلين بفضل الله تعالى، على ما فيهم من التقصير، ولكن هم للصلاح أقرب بحمد الله. ولذلك نقول يبعد ألا يكون فيهم رجل مستجاب الدعوة، فإذا دعا هذا الرجل الصالح أو غيره وقال اهدنا الصراط المستقيم فاستجيبت الدعوة، كان الفلاح في الدنيا والآخرة، لأن الإنسان لا يتم فلاحه أبدا إلا إذا هدي إلى الصراط المستقيم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، المخالف لصراط المغضوب عليهم من اليهود والنصارى كما فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تأمل في أدعية الكتاب والسنة وجدها كذلك دوما بصيغة الجمع، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهكذا. إذن لزوم الجماعة والكون في جماعة المصلين سبب لهداية الإنسان، وذلك بسبب ما فيها من الدعوات. لذلك قال في آخر الحديث دعوتهم تحيط من ورائهم، يبقى وهو في وسط هؤلاء تحيط الدعوة به وتشمله الدعوة، فيستجاب الدعاء فيهتدي بإذن الله تعالى. فلزوم الجماعة بهذا المعنى سبب لهداية الإنسان وصلاحه. اللي بيكتبش يبقى مش فاهم، يا إما سرحان، لأن الكلام كله متصل ببعضه ومهم، يبقى عندك شرح للحديث للجزء ده بالذات. بنقول لزوم الجماعة بهذا المعنى، أنهي معنى؟ جماعة الصلاة، تبقى سبب لهداية الإنسان وصلاحه. ليه؟ لما في هذه الجماعة من الدعوات الصالحات، فضلا عن القربات نفسها كالصلاة وغيرها، لما في هذه الجماعة من الدعوات الصالحات التي تحيط بالحضور جميعا عندما يستجاب لهم أو يستجاب لأحدهم، فالدعاء يحيط من ورائهم. وهذا بلا شك فيه استشعار معنى أمة الجسد الواحد، أنت لا تقول اهديني الصراط المستقيم، ولا تقول آتني في الدنيا حسنة، ولا تقول اغفر لي، وإنما تقول اغفر لنا، لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهكذا. هذه المعاني في غاية الأهمية. المعنى الثاني من معاني لزوم الجماعة أو الجماعة في الشرع تأتي أيضا بمعنى المنهج والاعتقاد السليم، اعتقاد أهل السنة والجماعة. المعنى الثاني من معاني لزوم الجماعة، عشان نطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا قلنا الدروس دي، وطبعا تفللة الجمعة التي أمرنا فيها بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تنسوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا الدرس ليس نظريا كما اتفقنا، وإنما درس عملي، ما نسمعه نريد أن نطبقه. إحنا دلوقتي عايزين نطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم جماعتهم،
ازاي نلزم جماعة المسلمين؟ اول معنى قلنا ايه؟ نحافظ على جماعة الصلاة. وبلا شك طبعا ابعد الناس عن الضلال جماعة الايه؟ الصلاة بحمد الله تعالى. مع المعنى الثاني المهم جدا ده بقى، اللي هو لزوم الجماعة بمعنى لزوم منهج اهل السنة والجماعة، اللي هو الاعتقاد السليم. طب ده واجب ولا مستحب؟ ده واجب حتم على كل مسلم، ومن أهم الواجبات. ليه؟ لأن النجاة تترتب عليه يوم القيامة، النجاة تترتب على ذلك. يعني يلزم كل مسلم أن يكون على منهج أهل السنة والجماعة، أن يكون سلفيا، وإن تعددت المسميات، لكن واجب على كل مسلم أن يكون على هذا المنهج، فإن لم يكن عليه هلك. ليس هذا بكلامي، وإنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما يلقى بعض الأمة على الحوض فيعرفهم بعلامة وهي غرا محجلين، فيقول أمتي، فيؤخذ بهم ذات الشمال، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك أو ما بدلوا بعدك، فيقول سحقا لمن بدل بعدي، سحقا يعني هلاكا وبعدا، يؤخذ بهم ذات الشمال عياذا بالله. يبقى هم كانوا بيصلوا ولا لا؟ خدت بالك؟ وكانوا يتوضؤون كذلك، فيهم العلامة عرفها بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أخذ بهم ذات الشمال، لأنهم انحرفوا عن المعنى الثاني من معاني لزوم الجماعة، وهو اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كالخوارج الذين كفروا المسلمين بالكبيرة، والمعتزلة والجبرية والجهمية والشيعة الروافض وغير ذلك كما سيأتي. لذلك هذا الحديث خطير جدا، يبين أن النجاة مرتبطة بلزوم منهج أهل السنة والجماعة. عشان كده المواقف الطريفة الجميلة، وإحنا في الحج بعض المسلمين الأجانب أظن فرنسي ركب سيارة، ركبنا معه طبعا الركوب في الحج بقى على الايه؟ على ما تيسر، ممكن تقعد على السقف، ممكن تقعد في صندوق ياخد واحد بس يقعدوا فيه خمسة، خدت بالك؟ فكنا قاعدين متكتفين كده، فدار حديث بعض الإخوة يتكلم بالإنجليزية، فذكر بعض المشايخ، فامتعض وجه هذا الرجل الفرنسي، فتعجبنا، فقال ليس سلفي. سبحان الله، يعني شوف حتى مع أنه ليس من العرب، لكن حريص على أن يكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك، ألا يخالف اعتقاد الصحابة. وطبعا لا أعني بكلامي هذا أن البعض يقول إذن فالتبليغ والإخوان خارج دائرة أهل السنة والجماعة ومن أصحاب النار، لا يعني هذا كلامي، بل الغالب على هؤلاء أنهم داخل منهج أهل السنة والجماعة، إلا من كان يدعو إلى بدعة ويعلم ذلك ويدعو إليها عياذا بالله. وهذا ترجع إليه في كتب تصنيف الجماعات والكلام على الفرق، ومن أمتع هذه الكتب، وأنا أنصحكم، غير رسالة صغيرة يعرفك ما موقفك أنت من الجماعات المعاصرة، وهل تعاديها أم تعاضدها وتناصرها، وما الموقف نحو علاقة أفضل بين الجماعات المعاصرة. ودي بتنظم دماغك، تبقى أنت فاهم أنت عايش إزاي، ومن توالي ومن تعادي، وهل هؤلاء يعادون كما يفعل البعض أم يوالون. يعني يقع البعض في أخطاء جسيمة. كتاب ماتع جدا لفضيلة الشيخ ياسر بعنوان فقه الخلاف، يعني حتى الخلاف له فقه، نعم، كيف تختلف، خدت بالك؟ يعني كما تتعلم كيف تصادق، تعلم كيف تختلف، من تختلف معه ومن تعذره في الخلاف ومن لا يعذر وهكذا. ثم أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الاختلاف في الأمة، فقال وستفترق أمتي على 73 فرقة. وده دليل تاني تكتبه يبين أهمية لزوم الجماعة بالمعنى التاني ده، وستفترق أمتي على 73 إيه؟ فرقة. فين 73 يا عم؟ خليك هنا، سرحش، بص هنا، 73 دول رايحين فين؟ كلها في النار إلا واحدة، وقلت المعنى ده قبل كده. لو أنت قدامك 73 طريق مختلطين ببعض مشتبكين، طريق واحد فيهم بس يوصلك للهدف اللي أنت عايزه، الطريق اللي أنت محتاجه، الوجهة بتاعتك، البلد اللي أنت رايحها، أخد بالك يا ابني، يبقى طريق واحد من 73، وال 72 طريق يوصله لهوة جبل، يوصله لمحرقة، يوصله لمحيط، فاهم الكلام ومستشعر الخطر؟ يوصلوا للهلاك. 73 طريق فيهم طريق واحد صح، وال 72 يوصلوك للهلاك.
هيبقى حذرك قد ايه وانت بتدور على الطريق ده، تدور عليه بالمنقاش، تبقى خايف اي نوع من الخلل والتفريط ممكن تسلك طريق غلط، هتبالك، وخصوصا ان هيوصل للهلاك. اي اخره جبل هتقع بالعربية بتاعتك تتكعور، اخره مثلا محرقة هتقع تتحرق، اخره ماء هتقع تغرق، فامر خطير جدا. ما بالك بقى لما يبقى اخره نار جهنم. يبقى 73 طريق فيهم طريق واحد بس طريق النجاة، وال 72 كلها في النار إلا واحدة. سألوا الصحابة حريصين على الخير جزاهم الله خيرا، خدت بالك ما سابوناش إحنا محتارين، قالوا إزاي، طب وإيه الحل وإيه النجاة؟ فقالوا من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، برضو ناس يصلوا. قال هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. شوف التعبير، من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يبقى تعالى بدري. من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية قال هم الجماعة، عشان كده خدوا العلماء التسمية أهل السنة والجماعة، مش جماعة هم دول المسلمين، لا، أهل السنة والجماعة يعني العارفين بالسنة المجتمعين عليها، لأن السنة تجمع كما أن البدعة تفرق، خدت بالك. عشان كده سموا أهل السنة والإيه والجماعة، هم الذين تبيض وجوههم يوم القيامة، في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، شوف السنة معها إيه، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف، البدعة معها، يبقى عايزين نقضي على الخلاف نعمل إيه، نرجع للسنة، ندعي الناس للسنة، يبقى الرجوع للسنة والرجوع للمنهج الأول هو اللي هيقضي على الخلاف. مش قلناها قبل كده عليكم بإيه؟ سيرى اختلافا كثيرا بعدها عليكم بسنتي. يبقى القاعدة الذهبية لعلاج الخلاف الرجوع للإيه؟ كتاب والسنة، وبفهم مين؟ النبي والصحابة، فهم سلف الأمة، خدت بالك. يبقى ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، في رواية قال هم الجماعة، وفي رواية قال هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هو ده اللي بيخلينا نشدد على أهمية أن تكون في سلوكك إلى الله عز وجل على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وألا تغتر بأحد كائنا من كان، وإن نادى إلى السنة ها هينما هو إيه صح انت ما تغترش بحد حتى ولو كان بينادي بلسان السنة واتباع السنة، إلا بعد أن تعرض منهجه على منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فتبالك ما تغترش بالدعوات الكثيرة الموجودة ومن يلوح باتباع السنة وغير ذلك، إلا بعد أن تعرض ذلك على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نشدد على أهمية لزوم منهج أهل السنة والجماعة. وكان الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله ذكر أنه بصدد إعداد موسوعة عن ذلك وعن السلفية، وأنها منهج ملزم لكل مسلم، لابد أن يكون سلفيا، يعني يكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أن نفهم الدين مثل ما فهموه. وإلا لو سألت الشيعة يعني ما أصولكم، هيقولوا كتاب وسنة، ما عندهمش إنجيل ولا توراة. لو سألت الخوارج إيه الأصول بتاعتكم، كتاب وسنة. سألت المعتزلة إيه الأصول بتاعتكم، سألت القضرية، كله يقول كتاب وسنة. طب كتاب أما هو كله كتاب وسنة، اختلفنا ليه؟ لأن كله بيفهم كتاب السنة على إيه؟ على مزاجه هو، على هواه هو، فحصل الاختلاف. وإلى الكتاب والسنة يجمع ولا إيه؟ ولا يفرق، زي ما قلنا قبل كده نقطة وبعد كده طلع منها ضلعين. الكتاب والسنة نقطة، لما كان المسلمين متابعين الكتاب والسنة كانت نقطة ملهاش أبعاد ولا طول ولا عرض ولا ارتفاع، حاجة واحدة، وجه لشيء واحد، وجهان لعملة واحدة كما يقال. مع النزول لتحت البعد عن منهج الكتاب والسنة، بدأ المسلمين في جنب والكتاب والسنة في جنب، مسلمين في ناحية والكتاب والسنة في ناحية. عايزين نرجع بقى يبقى المسلمين والكتاب والسنة حاجة واحدة، نطلع لفوق اللي ننزل لتحت، نطلع لفوق لحد ما نوصل للنقطة اللي هي المنبع الأصلي، اللي هو فهم الكتاب والسنة بفهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. طب ليه فهم الصحابة؟ لأن فهمهم ملزم لينا، لأن هم اللي نزل عليهم كتاب السنة، هم أول ناس فهموا كتاب وسنة، هم الناس اللي زكاهم ربنا سبحانه وتعالى، هم الناس اللي ربنا رضي أن نؤمن مثل إيمانهم. قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يخاطب أهل الكتاب، يقول لهم إن آمنوا، يخاطب الصحابة يقول لهم إن آمنوا يعني أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد إيه؟ يبقى ليؤمن زي إيمان الصحابة، يبقى إيه؟
يبقى لما نقول لك أسماء وصفات إيه منهجك فيها تقول لي منهج الصحابة يعني أنت كده اهتديت. لكن اللي بيلبس عليك ويقول لك ازاي تقول على ربنا لي وجه وازاي تقول لربنا لي اصابع وازاي كده, اقول له ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه, نحن ما قلنا شيئا من عند انفسنا وانما فهمنا الدين كما فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه. المنهج السليم والعقيده السليمه, فما اجمعوا عليه من امور الاعتقاد والعمل كاركان الدين. اكتبوا, الناس بتكتب وراي, ما اجمعوا عليه هم أهل السنة والجماعة من أمور الاعتقاد والعمل كأركان الدين من الإيمان والإسلام والإحسان, لازم الجميع أن يكون على نفس العقيدة. ما أجمعوا عليه من أمور الاعتقاد والعمل, أمور الاعتقاد والعمل كأركان الدين من الإيمان والإسلام والإحسان, هذه الأمور الكبرى لا نزاع فيها ولا نزاع عليها, وبالتالي هذه العقيدة ملزمة للجميع أن يكونوا على نفس العقيدة, لأن الصحابة لم يختلفوا في هذه الأصول الكبرى. يعني هل لقيت كده في الخلاف, كده في كتب الخلاف, إن الصحابة اختلفوا هل ربنا واحد ولا ثلاثة؟ لقيتها دي؟ أبدا. ها؟ هل لقيت في الصحابة مثلا اللي اختلفوا هل ربنا ليه أسماء وصفات ولا مالوش؟ ما لقيتهاش أبدا. لقيت ده في كتب المتأخرين بقى, في لما ظهرت الفرق الضالة لما دخل علم الكلام والفلسفة وحصلت الترجمة في أيام الدولة العباسية المأمون وغيره, لما ترجموا المنطق اليوناني والفلسفة فإيه, فضل من ضل من المسلمين بسبب ذلك. لذلك وجب ولازم الجميع أن يكونوا على نفس العقيدة. الصحابة لم يختلفوا في هذه الأصول الكبرى من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر, مفيش خلاف في كده, خدت بالك؟ ومثل الكلام على ألوهية الله عز وجل وربوبيته والإيمان بأسمائه وصفاته. أصول الإيمان عموما لم يختلف فيها الصحابة رضي الله عنه. وكذا الاعتقاد في الصحابة وآل البيت لم يختلف فيها الصحابة هي وسائر المسائل السابقة ولا التابعين ولا تابعيهم. وأدلة هذه المسائل الكبرى مبثوثة في الكتاب والسنة. إذن نقول لزوم الجماعة أمر واجب على كل مسلم أن يلزم اعتقاد الصحابة في هذه الأمور وغيرها. كذلك أيضا من أمور من لزوم الجماعة بهذا المعنى أمور العمل المجمع عليها, الأمور العملية نقول أمور الاعتقاد. تاني حاجة في نفس القسم الثاني ده الأمور العملية. يعني مثلا لقيت بين الصحابة خلاف هل الصلوات خمسة ولا أربعة, موجود في التابعين بعد التابعين أبو حنيفة الشافعي مالك في خلاف في ده, الأمور دي يلزم كل مسلم أنه إيه يعتقدها, خدت بالك؟ يبقى زي ما قلنا لزوم الجماعة حنما هو أول مرة يتاوب بنقول لزوم الجماعة, قلنا جماعة الصلاة, اتنين جماعة الاعتقاد اعتقاد أهل السنة والجماعة, وقلنا فيها الأمور العقدية أولا هي الأمور العلمية اللي انت كتبتها, وبعد كده نقول الأمور العملية, الأمور العملية كوجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج. لو واحد خرج علينا يقول ان الحج مش واجب مستحب, يبقى من ده من جماعة المسلمين, يبقى ايه ليه كافر؟ وجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة, بالضرورة يعلم ذلك كل مسلم بالاضطرار بإقامته وسط المسلمين, بل حتى الكفار يعلمون أن عند المسلمين إيه الحج من أركان الإسلام, عند المسلمين صيام شهر في العام, الكفار نفسهم غالبهم يعرف ذلك. يبقى الذي يخرج علينا وينكر ذلك ليس من جماعة المسلمين. يبقى أنت تلزم جماعة المسلمين حتى في الأمور العملية كوجوب الصلاة والصيام والحج والزكاة وحرمة الزنا وشرب الخمر, اكتب وحرمة السارقة والظلم والغصب إلى غير ذلك. وكذا الأخلاق الواجبة كبر الوالدين. في واحد يجهل أنه يلزم أنه يبر أباه وأمه, حد يجهل كده من المسلمين؟ يبقى إذا من يفعل سوى ذلك ليس من جماعة المسلمين. من يستحل العقوق ونحو ذلك ليس من جماعة المسلمين. الإحسان إلى الجيران, هذه القضايا تدخل تحت معنى لزوم الجماعة أيضا, وهي ملحقة بأمور الاعتقاد. ليه؟ لأن الإيمان قول وعمل, هي هذه القضايا ملحقة بأمور الاعتقاد لأن الإيمان قول وعمل, ولأن الصحابة ولأن السلف أجمعوا عليها.
أن السلف أجمعوا عليها، يعني ما وجدنا خلافا بينهم هل بر الوالدين واجب أم مستحب، إنما أجمعوا واتفقوا على ذلك كله وغيره من الأمور الأخرى، ولذلك لزوم هذه الأمور من لزوم الجماعة. وأما الذين فارقوا الجماعة بهذا المعنى فهم سائر الفرق الضالة كالخوارج والشيعة وغيره والمعتزلة وغيره. قلنا الجماعة الأولى جماعة الصلاة، الجماعة الثانية جماعة الاعتقاد السليم، وقلنا معانيها لزوم الأمور، يعني الاعتقاد أمور الاعتقاد والأمور العملية. ثم نقول أما الذين فارقوا الجماعة بهذا المعنى فهم سائر الفرق الضالة كالخوارج والشيعة والمعتزلة وغيرهم. ومن الفرق المعاصرة برضو موجودين دلوقت، ممكن واحد يقول لك طب الخوارج مش موجودين، لا ليهم ديول، يعني ليهم بقية دلوقتي على نفس المنهج. خد بالك اللي هم بيسموه التكفير اللي يكفر المسلم بالكبير، خد بالك وأنت عنده كافر حتى تكفر كل الناس كل المسلمين، هذه عقيدته عقيدة خاربة عياذا بالله. من هذه أيضا من هذه الفرق الضالة الفرق المعاصرة كالعلمانيين الذين يقولون لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، العبادة والإسلام والدين علاقة شخصية بين العبد وربه، آخر حدودها المسجد، الدين علاقة شخصية بينك وبين ربنا حدوده فين؟ المسجد. برا المسجد بقى يفعل كل ما يشاء، تقوليش بقى الإسلام يخش في السياسة والاقتصاد والاجتماع وتحديد مش عارف ايه، لا الدين فين؟ في المسجد بس. دي العلمانة بقى اللي هي فصل الدين عن الايه؟ عن السياسة وعن الدولة. والعجيب ان انا قرأت تصريح الرئيس الهالك اللي هو قبل الموجود دلوقت لما كان بيتكلم لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، تصريح معروف ومشهور عنه الكلام ده، خدت بالك؟ وبعدها قرأت يعني اللي كان جايب كلام الراجل ده كان جايب بعدها كلام ريغان اللي هو رئيس ايه؟ رئيس امريكي من رؤساء امريكا، يعني قال ان الذين ينادون بفصل الدين عن الدولة او عن السياسة لا يفهمون شيئا في نظم الحكم ولا يفهمون شيئا في الادارة. فقلت سبحان الله، الكافر بيقول ان ما ينفعش تفصل، خد بالك، واليهود ما وصلوا الى هذه السيطرة التي هم فيها والغلبة الا لربطهم دولتهم دوما بعقيدتهم، انهم ينطلقون من منطلق الايه؟ العقيدة. أما سائر الدول العربية التي ربما أخد بالك لا ربما تستحي من ذكر اسم الإسلام، قضية العربية القضية الفلسطينية ما يقولش إسلامية، لأن مش عايز يخلي الإسلام في المعركة، لأن لو الإسلام دخل المعركة يبقى المسلم اللي في الصين والمسلم اللي في روسيا واللي في أمريكا كل دول هيبقوا ضد إيه؟ وهم مش عايزين كده، عايزين بس الفلسطينيين بس، قضية فلسطين، وهكذا. فما وصل اليهود إلى هذه السيطرة التي هم فيها والجبروت إلا لأنهم انطلقوا من منطلق عقدي. لذلك نقول هذه الفرقة فرقة العلمانيين ليست من جماعة المسلمين، لأن لزوم الجماعة بمعنى العقيدة لا, 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 لا يوجد أبدا فيه هذا الفصل المريع الذي ينادون به ينادي به هؤلاء عياذا بالله. ومنهم أيضا ما يسمون بالديمقراطيين الذين يقولون حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب، فيريدون تنحية دين الله عز وجل وشرع الله، حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب. الأمر ليس كذلك، وإنما حكم الشعب بالشرع، خدت بالك؟ وهم كصنم العجوة، يعني إذا لم يوافق ذلك هواهم أكلوه. لما قالوا ديمقراطية فدخلت بعض الجماعات الإسلامية معترك الانتخابات ففازت، فايه كان ايه الحل في الدورة الثانية مباشرة؟ قالوها كده، لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية، ما ينفعش الناس دي تتعامل بمبدأ الديمقراطية، دول لوحدهم ما لهمش دي، خد بالك؟ صنم عجوة، لما يجوع يعمل ايه؟ لازم، لا وانا قلت لكم قبل كده لازم معلوماتنا السياسية تنضبط بوجهة شرعية، فنصحتكم بقراءة كتاب الديمقراطية بتاع الدكتور سعيد، لان بعضنا ممكن يكون قاعد ومفكر ويقول الديمقراطيه حي حلوه، يعني يا ريتهم بس يبقوا ديمقراطيين يبقى كده بلدنا بقت، لا الديمقراطيه هذه في شق والاسلام في شق. وبعضنا ملبس عليه يقول لك هي الشورى هي الديمقراطيه، ما فيش فرق، وجهان لعمله واحده،
عشان كده لازم تقرا الكتاب ده، اقرا كتاب الديمقراطيه في الميزان، واللي هيجيبه هيقراه وهيخلصه يقول لي ليه دي عندي ثانيه ان شاء الله، من باب التشجيع على القراءه. كتاب الدكتور سعيد عبد العظيم اسمه ايه؟ ديمقراطيه في الميزان. ونصحتكم ايضا بسماع محاضرات فضيله الشيخ ياسر اللي هي السياسه الشرعيه، هو شرح كتاب السياسه الشرعيه بتاع شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، اللي هو يوم السبت الجاي اخر محاضره في الكتاب ان شاء الله. يعني الشيخ خلص مجلد ان شاء الله كله، ومناسب سبحان الله في الفتره اللي احنا فيها، الوقت اللي احنا فيه وقت ايه؟ انتخابات وبتاع وكده، فافهم انت السياسه الشرعيه في ضوء الكتاب والسنه. فنقول من الفرق ايضا الضاله التي ليست من جماعه المسلمين العلمانيين والديمقراطيين وامثالهم، وهي من أضل الفرق عياذا بالله تعالى. ومثلهم أيضا من يوالي اليهود والنصارى، ومثلهم أيضا من يوالي اليهود والنصارى، هذا ليس من جماعة المسلمين. يعني عندما تدور حرب بين المسلمين والكافرين فيسارع في الكافرين ويمدهم بما يحتاجون إليه من سلاح وعتاد ومؤونة ونحو ذلك، يبقى ده تبع مين؟ خلاص انتهى. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فهو منهم، فإنه منه. خدت بالك؟ ودلوقتي في الأيام بتاعتنا دي دلوقتي حد يقول لي مثال؟ ها؟ لا. إيه؟ لا غير دي، ده في حاجة واضحة جدا حصلت الأيام اللي فاتت. لا. كده برضو يعني المسلمين إخوانكم مش عارفين أخبارهم؟ إيه اللي بيحصل في فلسطين دلوقتي؟ على ايد عباس، على ايوه على ايد عباس بيحصل ايه؟ ما رايتم، والله انا رايت صورا تقطع القلب. من يتسمون بالسلطه الفلسطينيه وحركه فتح، خد بالك اللي هي حركه تحرير فلسطين، حركه فتح، خد بالك حركه فتح الحاء الاخيره ديت حركه، خد بالك التيه تحرير، الفه فلسطين، فهم خدوا من كل ايه كلمه حرف فبقى اسمها حتف، فاهمين؟ فقالوا حتف يعني ايه حتف؟ يعني هلاك وموت. فقالوا لا طب نقلبها، بدل ما تبقى حتف يقول لك لقي حتفه، خليها ايه؟ فتح. هم بقى حتى وان قلبوا الاسماء الحروف بس هم فعلا حتف. ونجح اليهود ان هو يخلي فلسطيني، يعني يخلي مسلم يقبض على مسلم، صح ولا مش صح؟ ان هو يشغل، طبعا مش هنقدر بقى نقول مسلم يقبض على مسلم، اظن فاهمين. وهو ده اللي خلى بعض المسلمين وهم بيسالوه عن اللي بيحصل في فلسطين، وان السلطه ديت اللي هي الفلسطينيه بتقبض على المسلمين في غزه وفي غيرها، بتعاملهم كمعامله اليهود لهم، يعني بيروحوا لهم البيوت بالرشاشات، خدت بالك؟ ويجبروهم على تسليم السلاح. هو السلاح اللي معاهم ده بيواجهوا بمين؟ اليهود. لا هم بياخدوه وبياخدوا معاهم عصي وكرابيج ويفضلوا يضربوا في المسلم ده اللي هو بتاع حركه حماس او بتاع حركه الجهاد الاسلامي او كتائب القسام، وبيضربوا فيهم ضرب. انا بحسبهم بيضربوا يهودي أو مثلا مسلمين بيضربوا، طلع اللي هم بتوع عباس بيضربوا مين؟ المسلمين بتوع حماس وغيره، ضرب 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 موت. ومرأة بتتدخل عشان تحمي بعض المسلمين دفعوها. فقلت إيه ده؟ يعني فواحد بيعلق بيسألوه فقال ما تقولش إن في الفلسطينيين طرفين، الفلسطينيين طرف واحد بس اللي هم المسلمين الذين يرفعون شعار تحرير فلسطين والدفاع عن المقدسات، التانيين دول بقى مش تبعنا، التانيين دول تبع اليهود. فكان تعليق جميل جدا، ما تقولش الفلسطينيين انقسموا فريقين، ده هو فريق واحد بس هو الفريق الذي يرفع راية الجهاد، لكن التانيين دول مش تبع الايه؟ مش تبع المسلمين. وده كلام صحيح. وما يتولهم فانه منهم. وما يجوزش المسلم انه يطيع اللي يسمى ولي امر وهو لا يمكن ابدا ان يكون ولي امر، هذا المجرم الفاجر المنافق. وقال خرجت بعض المسلمات قالت هذا الرجل لعنه الله، لعادت تسب فيه وتلعن فيه. ما فعل هذا ابدا، حتى الرجل اللي مات اللي هو كان قبليه اللي اسمه ايه؟ ما كانش كده ابدا، يعني كان خاين، خاين كبير جدا وغيره السيره بتاعته، لكن ما كانش بالصوره الفجه دي. ها؟ جمع عمل الشرطه الفلسطينيه بعد ما جمعوا المجددين
حاجات فعلا تدمي القلب. الناس دي ايه اللي باقي عندهم من الاسلام؟ فطلع بعض الدعاة بيعلق فقال ولا يجوز لأي مسلم يسمع ويطيع لأي أمر فيه إيذاء للمسلم بهذه الصور. في إيه؟ يقول لك أطيع الله أطيع الرسول وإيه؟ فقال له منكم ولي الأمر إيه؟ قال له إيه الآية منكم مش منهم، دول مش مننا. شوف لزوم الجماعة بقى، شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، شفتوا بقى لما احنا سيبنا الكتاب والسنة حصل فينا إيه؟ يبقى مش هنرجع لعزنا الا ما نرجع تاني نتعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عشان اللي يتعلم كده استحاله لما يكبر يبقى كده، استحاله يبقى بالصوره دي عياذا بالله تعالى. ازاي ده يتقال عليه مسلم عياذا بالله؟ اقل حالاته ان لم يكن كافرا فهو منافق عياذا بالله تعالى. يعني هو آل فعلا في يد اليهود لتدمير حركه الجهاد الاسلامي عياذا بالله من ذلك. نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم وينصر المجاهدين نصرا عزيزا مؤزرا. ذلك من يوالي اليهود والنصارى ويمدحهم ويمجدهم ويقولهم أفضل من المسلمين وأخلاقهم أحسن من أخلاق المسلمين، هذا ليس من جماعة المسلمين عياذا بالله من ذلك. وأيضا كل هذه الصور تسمى خروج عن جماعة المسلمين، لأن جماعة المسلمين من صفاتها الحب في الله والولاء لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أبدا ليسوا كذلك. فملازمة ذلك لزوم للجماعة، والتهاون به خروج عنها. ولذلك قال بعض السلف إن من رحمة الله بالشاب إذا تنسك، يعني تنسك يعني بدأ طريق الالتزام، أن يرزقه الله صاحب سنة فيحمله عليها. يعني أول ما يبدأ طريق الالتزام يقع في إيد إيه؟ سني، ما يقعش في ايد واحد من اهل البدع صوفي ولا بتاع ولا تكفير ايه ياخده معاه ناحيه الشمال. رحمه الحمد لله على نعمه الالتزام وعلى نعمه الالتزام بمنهج اهل السنه كمان، نحمد ربنا على النعمه دي. والا انظر لما يدور في العراق من المذابح، ومن اعظم اسبابها وجود الشيعة الروافض عياذا بالله من ذلك. وليس الامريكان فحسب، ان من رحمه الله بالشاب اذا تنسك ان يرزقه صاحب سنه يحمله عليه. واحمد ربنا على وجود علماء اهل السنه، علماء السلفيين بفضل تعالى. ومن ميزه هذه الدعوه المباركه الدعوه السلفيه انها تسير خلف العلماء، ما نصدر ابدا في فعل ولا في امر ولا في نهي إلا خلف العلماء. وهذه ميزة لهذه الدعوة المباركة، علماؤها يصدرون خلف الكتاب والسنة ويقودون الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى أيضا من معاني لزوم الجماعة. فيجب على الإنسان أن يكون على عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقادا وعملا وسلوكا. يجب على الإنسان أن يكون على عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقادا اكتبيات وعملا وسلوكا. ثلاثة منين؟ من معاني لزوم الجماعة. لزوم الجماعة بمعنى طاعة خليفة المسلمين، بمعنى طاعة خليفة المسلمين، كما قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يبقى طاعة خليفة المسلمين. ونستدل بهذه الآية، وقد ذكرنا أن المفسرين على تفسير أولي الأمر بأنهم العلماء والأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، المفسرون على تفسير أولي الأمر بأنهم العلماء والأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنهي اللي فوق، العلماء ولا الأمراء؟ ليه؟ لأن هما اللي بيختاروهم، هو مين اللي بيختار الرئيس؟ العلماء اللي هم أهل الحل والعقد. العلماء يجتمعون وينظرون من يصلح فينصبونه. طب وإحنا بقية الناس الشعب مالوش دخل؟ يقول يعني كده مفيش بطاقة انتخابية وصوتي وصوتك يفرق وبتاع. لا مفيش. إزاي هو إسلامك كده؟ قلت لك اقرا وشوف. يعني اللي يبايع الخليفه اهل الحل والعلماء، لان هم اعلم الناس بمن ايه يصلح، فهم هينقوا اللي في مصلحتك انت. انت مالك انت؟ هم اعلم الناس، انت راضتهم في امر اخرتك مش هترضاهم في امر دنيتك.
انت رضيتهم فيما بينك وبين الله في تبليغ الوحي، يقول لك حلال حرام، فلما حينصب لك خليفة هتقول له لا أنا أعترض وأنا أخالف وأنا مش عارف. لا، فدي طريقة الإسلام، طريقة المسلمين أهل الحق كما فكان الصحابة يفعلون. مين اللي نصب أبو بكر وعمر وغير ذلك من الخلفاء؟ العلماء اجتمعوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ووقع اختيارهم على مين؟ الصديق. هتسيب لك. فنقول لزوم الجماعة من معانيها طاعة الخليفة إذا وجد، لقوله تعالى أطيعوا الله أطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، وقلنا أولي الأمر العلماء والأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بطاعة الخليفة، وأن طاعته من الدين وطاعة الأمراء. وقال أيضا من أتاكم وأمركم جميع، من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. من أتاكم وأمركم جميع، يعني اتفقنا على خليفة، العلماء نصبوا خليفة وبوي عليه، فجاء هذا الثاني يريد الخلافة. واضح؟ من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. وفي حديث آخر إذا بويع لخليفتين فاضربوا الثاني منهم، يعني يقتل. لأمر الخلافة في الدين أمر في غاية الأهمية، لأن أمر الدين لا يقوم على الصورة التي يريدها الله ويحبها الله عز وجل إلا بوجود خليفة. فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان، ووجود ذلك يعني بقاء الجماعة بمعانيها السابقة، يعني وجود الخليفة يرتبط بوجود الجماعة بمعنى وجود منهج أهل السنة والجماعة. وكم فسد من أمر الاعتقاد بتولي الأمراء الفسقة والفجرة وأصحاب الفكر المنحرف والكفرة وتسلطهم على دولة الإسلام. انظر مثلا للذي حدث في تركيا اللي هي كانت الدولة العثمانية اللي كانت هي دولة الخلافة، لما تولى هذا الرجل المسمى بأتاتورك فمكث في مش حول الخلافة طبعا، هذا رجل غاصب متسلط أصله يهودي عياذا بالله، ظل حوالي 15 سنة أو 13 سنة. ماذا فعل في تركيا؟ وأي تخريب، لغى الأذان ومنع تعليم القرآن ومنع تعليم اللغة العربية، وأراد أن ينتقل الناس للحروف اللاتينية، ونشر الفواحش وجرم الكثير من الأمور الشرعية، وقتل العلماء وقتل الملايين من أهل الدين وأهل الملة عياذا بالله. يبقى ما تتعجبش لما ترى دلوقتي تركيا ياخد بالك حالها بهذا الحال وغيرها من الدول المسلمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن سنين طويلة هم عمالين يغيروا عياذا بالله، والدول الإسلامية كذلك. لذلك نقول مع وجود الخليفة الشرعي الذي يعلم الناس الدين ويقيم الدين في الأمة يسهل وجود جماعة الاعتقاد السليم، ويسهل وجود جماعة الصلاة، لأن وظيفة الخليفة إقامة الدين، إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. الرئيس دي الوظيفة بتاعته أنه يقيم الدين في الناس، يقيم الإيمان والإسلام والإحسان، ينشر الأخلاق الواجبة ويحارب الرذائل إلى غير ذلك من وظائف الإمام. لذلك وأيضا فيه حفظ حوزة الدين وأرض المسلمين، ما كان يجرؤ أحد أن يحتل شبرا من أراضي المسلمين حتى في وجود الدولة التي سموها بالرجل المريض اللي هي الإيه؟ الدولة العثمانية. حتى كان بعضهم يذهب للسلطان عبد الحميد رحمه الله لو آخر سلاطين الدولة العثمانية ويعرض عليه العروض المغرية ليمنحهم شيئا من أرض فلسطين، فيجيب هذا السلطان أنها ليست ملكا له ولا لأبائه ولا لأجداده، وإنما هي ملك للإيه؟ المسلمين، ويرفض. حتى احتالوا وأخذوها بهذا الوعد المشؤوم، وعد بلفور إلى آخر الأمور المعروفة في التاريخ. لذلك وجود الخليفة حفظ الأراضي المسلمين ومقدساتهم، وإقامة لشعائر الدين كالجهاد في سبيل الله عز وجل، إن الخليفة مطالب بنشر الدعوة ونشر الدين وقتال الكفار في شتى بقاع الأرض حتى لا يبقى شرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يبقى شرك، يعني لا يبقى للشرك سلطان على أي بقعة على ظهر الأرض.
طالما موجود شرك وموجود سلطان للشرك يبقى الجهاد باقي. معنى كده يقاتل الكفار حتى وإن لم يقاتلونه، لأن مفاهيم الجهاد برضو من المفاهيم اللي حصل عليها تشويش، ولكن احنا أمة الإسلام وديننا دين السلام وربنا اسمه السلام وربنا بيحب السلام، خد بالك، والسلام والسلام. طب وفين الجهاد؟ يقولك الجهاد ده يعني نقاتل من قاتلنا، من اعتدى علينا، ايه ممكن نسامحه كمان، نعفو عنه. يعني واحد جه دخل بيتك وكرشك، خدت بالك، فانت تقول له ما سامحتك خلاص مش مشكله، او نقعد انت شقة وانا شقة، او زي المثال اللي دولة زي دولتنا كده مصر، فوجئوا كده ان عند شواطئ البحر المتوسط في سفن جاية كتير وبتاع، خدت بالك، فاول ما وصلوا لايه شواطئ الاسكندرية قالوا ايه اكتشفنا دولة جديدة، فايه رأيكم نسميها اسم ايه؟ تفهمين مش فاهمين؟ يعني انت كده مصر ما معروفة على الخريطة اسمها مصر، دول جايين فنزلوا مصر قالوا اكتشفنا ارض جديده ودوله جديده نسميها بقى اسم جديد ونقعد فيها، وانت تبص لهم كده هتقول ايه؟ ها ايه اللي بيحصل؟ لا خدت بقى، يعني جم ارضك وبلدك، واخد بالك، ونشروا على مستوى العالم ان احنا زي اللي اكتشف امريكا كده، بالك اكتشفنا الامريكتين، فاكتشفوا بقى ده ايه ارض جديده وهيسموها اسم ويعملوا دوله واعلام بقى وعالم جديد وبتاع، واهل مصر فين؟ لا ما نقتلش الا بايه؟ الا اللي بيقاتلنا. الاسلام ايوه الاسلام دين مسالم، بس فين الجهاد في سبيل الله؟ وفين نشر الدعوه الاسلاميه؟ وفين ايات الجهاد التي في كتاب الله عز وجل؟ خد بالك، بل ذكر العلماء ان من واجبات الامام ان يغزو في العام على الاقل غزوه. يعني كل عام يجيش الجيوش ويخرج غزوه في العام على الاقل، يعني ممكن يزيد، يعني كل سنه غزوه. كما ذكر الشيخ العثيمين في شرح رياض الصالحين. فين طب الغزوه بتاعت كل سنه؟ السنه اللي فاتت كانوا فين؟ ها؟ السنه الجايه رايحين فين؟ السمك طلع كلهم في شرم الشيخ ولسه، الله المستعان. فنقول حفظ لاراضي المسلمين ومقدساتهم، حفظ للدين، حفظ لحقوق المسلمين في المشارق والمغارب، وغياب هذه الجماعه يؤدي الى تسلط العدو، يؤدي الى ضياع الحقوق، يؤدي الى تشتت المسلمين. غياب هذه الجماعة يؤدي إلى تسلط العدو وإلى ضياع الحقوق وإلى ضياع الحقوق وتشتت المسلمين. انظر مثلا لشعور عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بالمسؤولية. طبعا أنت ممكن كلام يفوتك، الكلام متسجل، يعني ما نكسلش إحنا نجيب الدرس ونرجع نسجل حاجة فاتتنا، ده من حفظ الدين برضه، من القيام بأمر الدين. كان يخشى عمر رضي الله عنه أن يسأله الله عز وجل عن دابة تتعثر في العراق. يعني هو عمر في المدينة وخايف ان يوم القيامة ربنا يحاسبه عن دابة في العراق تعثرت وهي تسير، لما لم تمهد لها الطريق؟ كم دابة بتتعثر دلوقتي؟ لا مش ما اقصد احنا يعني سيبوا الدواب في حالها. كم من المسلمين دلوقتي متعثر؟ كم من المسلمين يلتحف الليل ويتوسد التراب؟ مين المسؤول؟ ده من اجل ده الناس اللي بتسارع في امر الانتخابات والترشيح دي عندها من الجهل ما الله به عليه. ابتداء لا يجوز للمسلم ان يزكي نفسه، وهذا الترشيح فيه من التزكيه ما فيه، خدت بالك، انتهاء بان الامر مسؤوليه يوم القيامه. يعني ما انت تبقى رئيس ومسؤول عن 80 مليون او 70 مليون ويوم القيامه هتسال عن ال 80 مليون، اذا كان السؤال عن نفسك هلكه. لما الواحد يتحاسب عن نفسه وذنوبه وسيئاته واللي عمله، ما بالك معاصي 80 مليون؟ اخد بالك، لان هو ما امرهمش بمعروف، ما نهاش الكفر عن كفره، لا ده بيفتح لهم والمجال ويهنيهم وانتوا كده تمام وصح و100 100، خد بالك. طب انت دلوقتي يوم القيامه ماذا ستقول لله؟ طب والمسلمين الضايعين دول، الناس اللي ما بتصليش، كم مصري ما بيصليش؟ في ميزان مين؟ ومين اللي هيسأل عنه؟ دي مسؤولية، ده الإنسان لما يقعد يفكر في ده، لا ده طب أنا أنجو بنفسي بس، ويفكر أو مثلا أقول لك أنا دايرتي بس، طب دايرتك فيها كم واحد يعصي وفيها كم واحد كذا وفيها كم واحد محتاج؟ وأنت في غفلة عن هذا ستسأل يوم القيامة؟ يبقى مسؤولية وليست مجرد منصب شرف ونحو ذلك. وإذا كان عمر يقول هذا عن دابة، فنحن نقول فكيف بالدماء التي تسيل والأعراض التي تنتهك؟
من لها ومن سيسأل عنها؟ والمسلمين في الصين، والمسلمين في روسيا، والمسلمين، سبحان الله، أمور ينبغي أن تشغل بال المسلمين. عشان كده العلماء الشيخ ابن باز وغيرهم والألباني ومن علمائنا المعاصرين كذلك، تجد يعني تجدهم في غاية الهم والكرب بسبب ما يحدث للمسلمين على مستوى العالم، ويستشعرون المسؤولية عن هؤلاء جميعا. ولذلك كان الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله عندما تجده أمه مهموما تقول له: ما لك يا بني، هل مات مسلم بالصين؟ تعودت منه ذلك أنه حامل هم وعندما دعي الشيخ ابن باز رحمه الله للقاء وزير العدل السوفيتي عندما زار الرياض، فجاءه من يدعوه للقاء هذا الرجل الكافر، عارفين روسيا ماذا فعلت في المسلمين، فتوقف الشيخ واستغفر كثيرا وذكر الله عز وجل قبل أن يرد، ثم قال: أجلس معه. فسألوا: كيف تجلس معه؟ فقال: إن لم نفعل ذلك ربما ضاعت حقوق المسلمين هناك، إخواننا في روسيا ندافع عن حقوقهم. شوف الرجل في السعودية ويستشعر إيه مسؤولية. ولذلك لما مات هذا الرجل رحمه الله افتقده كثير من مسلمي العالم. طب إيه ده كان يسأل عنهم ويتفقد أحواله في أفريقيا وفي آسيا وفي روسيا وغيرها، كما يفعل كثير من علمائنا الآن. يعني بعض المشايخ أو غالبهم ربما تجده في بيته ويسجل محاضرة في فرنسا أو في أمريكا عبر الهاتف، يعني ليس الأمر أنه يقتصر على نفسي ومجتمع. هؤلاء كما يذكر العلماء هم في مقام الخلفاء عند غيابهم، يعني في هذا الوقت الذي نحن فيه مثلا لا خليفة للمسلمين، من يقوم بأمر الدين؟ احنا قلنا أولي الأمر العلماء والإيه الأمراء، ما فيش أمراء، يبقى يرجع الناس للإيه للعلماء، وهذه مهمة، يرجع الناس للعلماء ويصدرون عن رأيهم ولذلك نقول أمر الأمة لا ينعقد مثل ما كان إلا بوجود هذا الإمام وهذا الخليفة، ولا تقوم قائمة الأمة إلا بوجود ذلك، أتم القيام يعني إلا بوجود ذلك. ولذلك نقول من الواجب على المسلمين السعي لإيجاد الخليفة، من الواجب على المسلمين السعي لإيجاد الخليفة، هذا واجب من واجبات الدين، بخلاف بعض مش عارف أقول جهلة ولا مغرور ما تعرفش. وإن كان البعض يحسب على أو في دائرة العلماء يقول، اسمع بقى الكلام التافه، يقول: أمر الخلافة هذا من الأمور القدرية الكونية، إذا شاء الله عز وجل أتى به، وإن لم يشاء الله عز وجل لم يأتي به، ولا دخل لنا نحن في ذلك، كطلوع الشمس من مغربها وغيرها من سائر علامات الساعة، لأن من علامات الساعة أن تكون هناك خلافة راشدة، فهل الخلافة الراشدة دي يأتي بها الله كطلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان وغير ذلك؟ موافقين وشكلكم ليه طيب؟ وده مش من قدر الله؟ بالضبط، قدر كوني أو في نفس الوقت قدر شرعي، أمرنا نحن بالأخذ بأسباب ذلك بالأحاديث التي ذكرناها والآيات التي تبين أهمية الخليفة، ثم بفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودي مهمة سجلوها. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دفن إلا بعد أن بويع الخليفة، ليه؟ لفطنة الصحابة وإدراكهم أن أمر الدين أهم من المسارعة والمبادرة حتى إلى تجهيز جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس إهمالا منهم، كلا والله هم أحب، هو أحب إليهم منا، ولكن هم حرصوا على ذلك وفعلوا ذلك، وبعضهم انشغل بتجهيز جثمان النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك انظر للصحابة، لذلك أنا قلت إيجاد الخليفة والسعي لإيجاد الخليفة والحرص على هذه الجماعة واجب من واجبات الدين لابد أن يسعى له المسلمون، ودليله ما ذكرنا من الآيات، ثم فعل الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هرعوا مباشرة إلى تنصيب الخليفة، وهذا يدل على فقههم لهذا الأمر العظيم. وكذا بعد وفاة الصديق أيضا إيه؟ ماذا فعلوا؟ اهتموا بتنصيب إيه؟ عمر، وهكذا. وأما ما حدث وأما ما ذكر هذا الرجل من أن هذا الأمر قدر كون هذا من التلبيس على المسلمين ومراعاة لأسياده وغيرهم الذين لا يحبون رجوع الخلافة وغيرها من أمور الدين، وإلا
لنا أن نستدل بقوله مثلا أن من علامات الساعة فشو الجهل أو انتشار الجهل وانتشار الزنا. إذن فإذا انتشر الزنا نقول هذا أمر قدري كوني ولا دخل لنا به، ونترك الخمارات ونترك الملاهي الليلية ونترك التبرج ونقول ده هذا أمر قدر، ما هو كله بقدر الله. نعم، ولكن الله عز وجل أمرنا بمقاومة هذه المنكرات، مروا بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وانهوا عن المنكر، وأخبر أننا إذا تركنا الأمر بالمعروف نهي عن المنكر دعونا الله فلم يستجب لنا، لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ولا تأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا، كما في الحديث الآخر وفي الحديث الآخر أخرى أو لا تدعونه فلا يستجاب لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى من علامات عدم إجابة الدعاء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم نقول أخيرا، وما حدث من نحو 70 سنة هو من أعظم المآسي التي حدثت لأمة الإسلام، والتي يجعلها العلماء أعظم مصيبة بعد مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم. حد عرفها؟ ليه؟ سقوط الخلافة. العلماء بيقولوا أعظم مصيبة أصيبت بها أمة الإسلام بعد مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم سقوط الخلافة سنة 1924 على يد هذا المجرم المسمى مصطفى كمال أتاتورك، فالله المستعان. ولذلك نقول الأخذ بأسباب عودة الخلافة واجب على كل مسلم أن يأخذ بما تيسر له، ومنها تعلم الدين ونشر الدين بين الناس، لأن الناس لا تسعى لذلك إلا إذا فهمت أن هذا من الدين. ثم نقول وواجب الناس في عند غياب الأئمة الرجوع إلى العلماء، واجب الواجب على الناس عند غياب الأئمة الرجوع إلى العلماء والصدور عن رأيهم، يرجعون إليهم في المهمات والملمات. هذا كله من معاني لزوم الجماعة، جماعة الصلاة، جماعة المعتقد السليم، طاعة الخليفة والإمام سواء كان في بلدك أو إمام وخليفة عام للمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، فإن دعوتهم تحيط من أي تشملهم، أي تشملهم كجماعة الصلاة مثلا وما يكون فيها من دعوات ينتفع بها كل المسلمين وكل من حرص على معنى الجماعة. بل تشمل الدعوات المسلمين في المشارق والمغارب، كأنك لا تدعو لنفسك وإنما تدعو لكل مسلم على ظهر الأرض. ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم معنى آخر في غاية الأهمية يحتاج لدروس، والله وليست لدرس، ولكن حتى لا أطيل عليكم أريد أن أؤجله للدرس القادم، ألا وهو قوله ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره. دي أخطر قضية يعيشها الشباب في هذه الأيام، تشتت وتفرق الهم والإرادة، أتعلم واهتم بدراستي أطلع الأوائل، ولا أهم حاجة الدين أدرس وأحضر في المساجد وأبقى شيخ، أخذ بالك، ومش مهم الدراسة، أسقط ما أسقطش، طب الجواز هعمل إيه، أشتغل 20 ساعة في 24 ولا كفاية 5 ساعات والدخل بتاعي يبقى قليل، واتجوز بعد 20 سنة لما يبقى عندي 45-55 سنة أعمل إيه، طب ولا أسافر لبرة مثلا 5-6 سنين وارجع عاملهم يعني وخلص نفسي، ولا عامل لي مشروع، مشاكل صح؟ ازاي بقى احنا نحل المشاكل دي في الجملتين دول؟ كلام في غاية الجمال والروعة كما سنذكر تفصيل وتفسير ذلك. من كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. طب والتاني؟ نسأل الله أن يجعلنا من القسم الثاني. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا ما سنذكره بالتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله. طبعا معنى اللي احنا
ما حدش يفكر احنا كل ده في حديث واحد، لا احنا كده خدنا الحديث 83 و84 و85 و86، خدت بالك؟ لان كل احاديث دي لها معنى واحد. نسال الله عز وجل ان يعلمنا وينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويجعل ما قلنا وسمعنا حجة لنا لا علينا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.